السلام عليكم ورحمة الله. ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة الحاسمة بين منتخبنا الوطني ومنتخب فلسطين، منتخبنا الشقيق. المنتخب الفلسطيني لديه مفاتيح لعب مميزة جدا، طريقة لعب أيضا هجومية. هنحكي بهذه الحلقة عن المنتخب الفلسطيني وطريقة لعبه، فتابعونا. طبعا المنتخب الفلسطيني من يوم الاثنين عم بتحضر بالدوحة بقيادة المدرب التونسي الخبير مكرم دبوب لمباراة لبنان الحاسمة، واللي حتكون إذا فاز المنتخب الفلسطيني على منتخب لبنان حتكون نقلة نوعية لاستعدادا للتصفية المؤهلة لكأس العالم. فالفائز من هذه المباراة هو حيكون المنتصر، هو حيكون عم بتطور أكثر وعم بتقدم بالمنافسات الآسيوية أكثر وأكثر. طبعا الخطة المفضلة للمدرب مكرم دبوب هي الخطة 4-3-3 هجومية، فهذا الفريق بيعتمد كثيرا على الأجنحة وأيضا على الزيادة العددية داخل المنطقة. فمن تحليلنا للمباريات كأس آسيا وأيضا مباراتنا أمام المنتخب الفلسطيني بذهاب هذه التصفيات، المنتخب يعتمد كثيرا على الجهة اليمنى، مثل ما شفنا بأيضا كأس آسيا بمباراة هونغ كونغ، عرضيتين من الجهة اليمنى على المرمى الهونغ كونغ، قدروا المنتخب الفلسطيني أنه يسجلوا هدفين من أصل ثلاثة. فاعتمادهم كثيرا على الجهة اليمنى وعلى الرأسيات والاعتماد على الزيادة العددية. هذه خطة المنتخب الفلسطيني بشكل عام ومفاتيح الفوز لديه. أيضا تشيب اللي بيعملوه من وسط الملعب إلى المنطقة عند المهاجم لحتى يشكل المحطة المهمة لحتى يقدر إنه يكون قريب على المرمى ويسجل الأهداف، أيضا بشكل جيد بيعملوها. فقادرين هن يوصلوا بين وسط الملعب على الجناح، وايضا قادرين انه يسيطروا على الملعب ان كان من الجهه اليمنى او الجهه اليسرى ويتناقلوا الكرات بشكل سلس جدا. فهذا الفريق فريق قوي جدا، فريق قادر انه يلمس الكره اكثر من مره بمناطق الخصم، وقادر ايضا انه يشكل خطر كبير على الاطراف. طبعا كلمه السر لدى المنتخب الفلسطيني هي بالتاكيد النجم الاول بالكره الفلسطينيه عدي الدباغ. هذا اللاعب هو قائد فعلي للمنتخب الفلسطيني، هو تقريبا نسخه خلينا نقول شوي مصغره او نسخه مطابقه حتى من موسى التعمري لاعب منتخب الاردن. لاعب رائع، لاعب قادر انه يقود هجوم المنتخب الفلسطيني، وقادر انه يسجل بالرأس بالاهداف الكثيرة المتنوعة لدى هذا النجم، فقادر انه يعمل الفارق الكبير. طبعا كنا بنتذكر مباراة قطر وفلسطين عندما واجه مدافعين وقدر يتخطاهم وقدر انه يسجل هدف عدي الدباغ بمرمى المنتخب القطري. فعدي الدباغ عم بشكل محطة مهمة، مثل ما كنا عم نقول لما عم ينعمل تشيب من نصف الملعب، عم بيكون عدي الدباغ قادر انه يستلم الكرة بشكل جيد، قادر انه يكون متناغم مع الأظهرة والأجنحة بالمنتخب الفلسطيني، قادر انه يكون حاسم بمنطقة الجزاء. ولكن يبقى السؤال الكبير، كيف سوف يتعامل المدرب مكرم دبوب المدرب التونسي مع ثنائية عدي الدباغ ووسام أبو علي؟ هل الاثنين حيكونوا أساسية؟ هل وسام أبو علي حيشارك أساسي؟ طبعا مهاجم النادي الأهلي لاعب كبير جدا. أيضا المهاجمين من السويد اللي هن مصطفى زيدان وأيضا عمر فرج، هل حيكون لهم دور؟ مثل ما نعرف أنه تسديداتهم قوية، أيضا اللاعبين مهاريين جدا. هذه هي الأسماء المهمة بمنتخب الفلسطيني. طبعا هيك عن الدفاع المنظم الذي لديهم، ولكن ربما نقطة سلبية واللي شفناها أيضا بمباراة الذهاب أمام المنتخب اللبناني، أنه هن ربما بيكشفوا بعض الأوقات الأظهرة تاعيتهم، فبيقدر المنتخب اللبناني عبر لاعبينه السريعين أنه يحسم المباراة. بمباراة الذهاب كان المنتخب اللبناني رغم سيطرة المنتخب الفلسطيني طبعا كان قادر المنتخب اللبناني أنه يحسم هذه المباراة، ولكن الحظ كان معاند لمنتخبنا الوطني. باختصار هذه هي مباراة منتخب لبنان وفلسطين، هذه هي خطة لعب مفاتيح لعب المنتخب الفلسطيني. هيك قادرين أنه يوصلوا على المرمى بسهولة، قادرين أنه يشكلوا خطر كبير على المنتخب اللبناني بخطة 4-3-3. كنت معكم أنا حسن صالحة، تابعوني دائما على فيسبوك يوتيوب وتيك توك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.